شرفتي. كنت فين؟ انا كنت في الحمام. بقالك ساعة في الحمام بتعملي ايه كل ده؟ انا؟ ان شاء الله ما اركب الطيارة، انا بقالي 5 دقايق بس. اصل انا قلت يعني اخش الحمام قبل ما نمسك طريق، لان انا بعيد عنك يعني ما بعرفش اشتغل خالص وانا محصورة. محصورة؟ هو انت كل ما هتخشي الحمام هتقعدي الوقت ده كله؟ حضرتك بس جربيني، ده انا حركة واعجبك قوي. عارفة لو طلبت مني اي حاجة هتلاقيها عندك في منت، وما تقلقيش الزباين كلها بتوع الطيارة في عيني. زباين كمان؟ بعدين تعالي هنا. ايه ده؟ وايه ده؟ وليه مش قافلة الجاكيت؟ وليه لابسة اللي ورا قدام واللي قدام ورا؟ والسكارف دي ما انتيش ربطها كويس ليه؟ اصل انا يعني عمري في حياتي ما ربطت كرافتة قبل كده. هو انت قبل ما يحدفوكي عليا كنت بتشتغلي ايه؟ انا على فكره يعني كنت مضيفه زي حضرتك، بس انا كنت مضيفه في البولمان. ويطلع ايه بقى البولمان ده؟ زي السوبر جيت كده هو، بس شغال يعني اريف اكتر. بصي ركزي معايا، الشغل في شركات الطيران غير الشغل في الميكروباصات اللي انت رايحه جايه عليها دي وبتشتغلي فيها. النهارده اول يوم شغل ليكي معايا هنا، ما تخلينيش اخليهولك اخر يوم، فاهمه؟ حاضر يا ابي. قبلت ايه؟ قبلت ايه؟ اسمها حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. شفت قلتلك اللي انا هعجبك. يلا ورايا. بقولك ايه يا اختي؟ اختي يا ستة دي يعني هتفضل تكشم لنا كل يوم؟ احنا برضك مش قليلين يعني، احنا علينا خلاص، ده احنا مضفات يعني. المفروض ان هي ايه اللي موقفك لحد دلوقتي؟ بتقولي ايه؟ ان شاء الله ما انطق كلمه، انا بس كنت بسالها احنا هنركب منين؟ مش كده يا اختي؟ يلا يلا هتركبي منين؟ يلا يلا ورايا. معلش يا اختي احنا الوقت بقينا زمايل يعني، هتربطي لك جرافته؟ الله يستر. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده بان عليها شغلانه هم. ايه الناس الكشره على الصبح دي؟ هتفضلي تترجسي ليه؟ طب جالك اسبوع بتترجسي. ولو قعدت سنه ما هتكفي تعبر عن حبي؟ يا سارب انا مش مصدقه نفسي، انت خلاص بقيت جوازي، بقى جوزي انا، بقى جوازي. خلاص خلاص ما تصدق وتزيطه. يا بيت يا بيت، واني كمان فرحان، بس هفرح اكتر لو لحقنا الطياره. يلا بقى ابوس يدك. بتعيطي ليه يا فجر؟ ما ستكم امك هي السبب في اللي احنا فيه، هي اللي اخرتنا، قعدت تبوس فيكي ساعتين قدام البيت. يلا بص يدك نلحق الطياره يا عروسه. طب استنى يا سعرب، انا حاسه ان احنا نسينا حاجه. لا والله ما نسيناش حاجه، يلا نلحق. لا استنى، احنا نسينا باب الشقه مفتوح. شقتي واحنا عندنا شقه اصلا؟ احنا قاعدين عند ابوي. طب انا نسيت صينيه البيتزا في الفرن. صينيه البيتزا؟ هو انا متجوز دينيتيلو؟ ابوس يدك يلا نلحق الطياره. بسرعه. بقول لك يا عربي، إيه مش هوصيك على هانم. حاضر. دي بنت يتيمه وغلبانه ومحتاجاك. عارف يا بقول لك ايه، انا عايزك تعملها زي اختك. حاضر. عامل مرتي زي اختي؟ اقول لك يابا هعملها زي امي. لا امك دي اختي انا.
اختك هو انت خالي ولا ابوي ولا عايز مني ايه يابا؟ سيبنا الحق الطيارة. انا عايز افرح بيك يا عربي، انا عايزكم تملولي الطيارة عيال. نملى الطيارة عيال؟ واحنا داخلين طيارة ولا داخلين قرية عيش البلبل يابا؟ يابا سيبنا نلحق الطيارة. بوش يدك. هسيبك بس تقول لي الطيار مش عشان انت عريس وعروسة يقعد يضرب غلط وكلاكسات ويوقف ويعطل الطريق. يابا يابا سيبنا امشي وليك الحلاوة. هسيبك يا حبيبي بس عارف هتعمل ايه في ليلة الدخلة؟ لا لا يا هانم خدي تعال. ايوه ابوي عايز يشرح قدام الناس هنعمل انا وانت في ليلة الدخلة. الله كل عيني تقربوا من بعض الاول. ايوه وتمسكوا ايدين بعض. ايوه وتقلعوا معض. ايوه بس اتحشم يا بيت. عادي يا عم احترم العمة حتى. ايه يابا اللي بتقوله ده قدام الناس؟ تقول اقلع وارتاح. بقى هاخد انا مرتي وهنمشي عشان نلحق الطياره. بص يدك. يلا شيل مرتك وادخل على الطياره. اشيل مرتي؟ ما تقولش كلام، انت مش قده ولا انا قده، ما تدبسنيش يابا. يلا يلا يا عروسه يلا. اسكل بنتي امال، سلمي على اختك دهان، وانت علاج سلم على اختك رناد، وانت رناد سلمي على سعاد، وانت سعاد سلمي على سعاد. عايزاكم كلكم تسلموا على بعض. حسبت الموبايل اما نتصور سيلف. اضحك يا بيي. يلا الصوره دي الليله تبعتوها للبنت صفاق، عايزاها تبات من كده ومن غدا. سامعين؟ ايوه. ما تستعجليش يا اختي، كلها دقيقه وهتروح انت لصفاق تغذيها بنفسك. الطياره هتفوتنا يا قمر. يلا يا عروسه ابوس يدك. يلا شايفين يعشقني عشق مش قادر يستغنى عني، بيحبني بيحبني. من على الامر وما انسيتك. هاني ماشي وسع، انا همشي لوحدي. انت ملكي السفر. يا سعاد اسكت يا بنت. بس كده حضرتك هتدفع وزن زياده كتير. اوكي نو بروبلم، بس يهمني الشنط توصل سليمه. شنط دي ماركه غاليه، بوسكوفيتشي طلياني. نراجع اتنين بتوعي بوسكوفيتشي، ادي اربعه برضو بوسكوفيتشي، ادي السته بوسكوفيتشي، سبعه بوسكوفيتشي، ثمانيه بوسكوفيتشي، تسعه بوسكوفيتشي، 10 بوسكوفيتشي، 11 بوسكوفيتشي، 12. لا الشنطتين البيض دول مش بتوعي، مش تبعي. ايه ده؟ ده تبع سعادتك؟ ايوه تبعي. انت كده هتدفع وزن كتير قوي، يعني اكتر من 30 كيلو هتفرغ في شنطه تانيه. افرغ ايه يا استاذ؟ دي المدام. المدام وحشرتها في الشنطتين دول ازاي؟ لا انا مش جوه، انا بره. كل ده ورا؟ امال جوه هيلاقي ايه؟ اشوفكم في الطياره بقى. التيكت لو سمحت. جدك اللي امك بتعمله ده يا باسم؟ ايه؟ ما يردنيش. ما يردكش ايه وانا لسه قلت حاجه؟ طب ما تقولي هناء عملت ايه، هو لازم سسبنس. هقول، امك عايزه تجيب سخان كهربا، وماما مش عايزه تجيب سخان كهربا علشان خطر، وبتقول انها قرت عن خبر وفاه عروسه في ليله دخلتها بسبب السخان الكهربا. امك بقى افتكرت ان احنا بنقلف، فقالت ان هي كمان قرت عن خبر وفاه عريس في ليله دخلته مات محروق بسبب السخان الغاز. ايه؟ بعدين ايه اللي انت بتاخده ده؟ ده مهدئ. مهدئ؟ انت مدمن؟ مدمن ايه؟ هو انت شايفاني بشم بودره؟ مهدئ؟ ما انت عارفه ان انا بخاف من الطياره، فقلت اجيب حاجه تهديني كده عشان ما اخافش. ايوه حبيبي بس انت خدت كتير قوي، انت خدت اكتر من 6 حبايات دلوقتي. ما هو قال لي اصلا المفروض اخد 18 واحده. مين اللي قال لك؟ الديلر. ايه؟ الدكتور. هيكون مين يعني؟ الدكتور قال لي لازم تاخد 18 قرص. هو انت بقى طالع الطياره علشان تقعد معايا ولا عشان تنام المهدئ ده؟ ده مش منوم، ده مهدئ. بقى خدي واحده بس اهدي كده. الو. ايوه اسمك؟ عساكم من عواده. انا تمام الحمد لله. في المطار ربع ساعه واتحرك على طول. هو انت بتكلمني منين؟ انت الطياره فاتتك؟ اتحركت من نص ساعه؟ انت في الطياره دلوقتي؟ الطياره خاصه عشان كده في شبكه. ايوه ده اطمن. طب جواد ده في عينيا، يعني البرنامج التدريبي اللي انا عامله له يضمن ان هو هياخد الاول في الكاراتيه ان شاء الله. لا هنرجع بالذهبيه طبعا. الدهون يسلم عليه. بيبلبط فين؟ بسين ايه؟ بسين في الطياره؟ ايوه طياره خاصه، فاهم. ايوه طياره خاصه. طيب استاذنك بس سموك، يعني ممكن حد في المطار يعني يقف لنا بيافطه عليه اسمي عشان ما توهش؟
مين اللي بيعيط ده؟ عرندة سوية من الحصان؟ معلش، ما هي الخطة بتاعت الحصان الخشب بتبقى جامدة. هو ايه اللي بجد؟ حصان حقيقي؟ في الطيارة؟ ايوه فاهم، طيارة خاصة، طيارة خاصة فاهم. طيب يعني ربنا يخليهم لك يا فندم. طب انت حاول بقى تنام ساعتين كده عشان الرحلة ده. هتعمل لاندنج دلوقتي؟ ايوه طيارة خاصة طبعا. الحمد لله على السلامة يا سمو، مع السلامة. راجل ملحقش يستمتع بالطيارة الخاصة. ولما هو عنده طيارة خاصة كده ما خدكش معاه ليه؟ مستقل بيك؟ لا لا، يكونش مستقل بيك. ياخدنا فين يا بنت؟ هو في مكان؟ الراجل واخد الخيل، واخد الغنم، واخد اسرته، واخد البسين، هنقعد فين في الطيارة الخاصة؟ وبعدين مش تحمدي ربنا ان الراجل مطلعك معانا على حسابه؟ يعني الراجل ابنه عنده بطولة، انا المدرب بتاعه فطالع معاه، انت بقى طالعة معانا تعملي ايه؟ محرم؟ ايه هو هيذلنا باللقمة اللي بياكلها لنا؟ يذلنا باللقمة اللي بياكلها لنا، يذلنا، لان من غير اللقمة اللي بياكلها لنا ده ولا نعرف نتجوز في سنتنا السودة، ولا نعرف نجيب شقة، ولا نجيب عفش، ولا امك دي هتتبط خالص. لا 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 باسم، بليز بليز ما تجيبش سيرة مامي. مامي مين؟ الست اللي بشوفها عندكم في البيت دي؟ في الدويقة دي مامي؟ بليز يا باسم بليز. طيب ماشي. بقول لك ايه؟ انا عايزة ابقى اجيب السخان بقى من هناك من اندونيسيا لما نروح. ما بلاش سخان وتعالي نسخن مية عشان أأمن. لا أنا عايزة سخان. طيب حاضر. بقول لك كمان انا عايزه اجيب الميكرويف من هناك، بيقولوا حلو قوي. طب انا عندي فكره، تيجي نجيب كل الاجهزه الكهربائيه من هناك؟ ما نقعد هناك اوفر. يلا يلا عشان نلحق الطياره. طيب استنى اشوف الباسبور. ايه ده ايه ده؟ مش تفتح باسم؟ توش توش شايفه التحضر؟ انا اسف انا اسف، معلش احنا همج يعني بس على فكره احنا جايين لكم، انتوا سابقنا بس احنا جايين لكم على فكره. انا بدات بالكاراتيه يعني ان شاء الله، والباقي كله معانا ان شاء الله. يلا يا باسم يلا بينا.